ما الذي يدفع جنوب إفريقيا لاتخاذ خطوة بهذا الحجم، رفع دعوى قضائية في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، رغم علمكم يعني بمن يقف وراء إسرائيل، وربما هناك تكون تبعات وضريبة لهذه الخطوة؟ القضية بالنسبة لنا لدى محكمة العدل الدولية كانت نيابة عن جهود متراكمة للعديد من المؤسسات التي عملت على جمع المعلومات، رغم الضغوط التي مورست على حكومتنا لعدم تقديم هذه الدعوة ضد إسرائيل لدى المحكمة الدولية. وهذا مرة أخرى يعيد إلى الأذهان إرث مانديلا الراحل و دعواته إلى الحرية. نحن فرحون في جنوب أفريقيا أننا أوصلنا صوت الفلسطينيين إلى العالم ضمن هذه الدعوة التي رفعناها لدى محكمة العدل الدولية لفضح وبيان جرائم الصهيونية العالمية ضد الفلسطينيين وبحق الأهالي في قطاع غزة وفلسطين المحتلة بشكل عام. لا يمكن التغاضي عن هذه الجرائم في ظل صمت دولي كامل يكتفي بمشاهدة ما يجري ضمن وسائل الإعلام. هذه دولة فصل عنصري، ولا بد من أن تنال عقابها نيابة أو إزاء الجرائم التي ترتكبها بحق الفلسطينيين. إذن لابد أن تنال عقابها. إلى أي مدى أنتم متفائلون بأن هذه المحاكمة ستؤدي إلى عقاب إسرائيل على جرائمها؟ نأمل أننا قدمنا دعوة رزينة ومتكاملة من دولة جنوب إفريقيا أمام المحكمة الدولية، ونأمل أن تحظى بالاهتمام الكافي وبالعدالة الكافية لبيان جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. هناك تحقيقات وقد تتطلب فترة طويلة من الزمن، ولكن في النهاية نأمل أن تقود هذه التحقيقات والمداولات إلى العدالة التي ننشد ضد جرائم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. ونعلم مدى دعم أعضاء مجلس الأمن وخصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا وإمكانية استخدامهم لحق النقض الفيتو لصالح إسرائيل للتغطية على هذه الجرائم. لا بد من تشجيع والتحريض على المزيد والدعوة إلى المزيد من المظاهرات العالمية لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه والتنديد بالجرائم الإسرائيلية وهذه الدولة التي تقوم على أساس الفصل العنصري. قلت قبل أيام أن القضية الفلسطينية هي أكبر قضية أخلاقية في عصرنا، ما الذي يجعلها كذلك، وما أوجه الشبه بينما تعرض له الشعب في جنوب أفريقيا والشعب الفلسطيني؟
لابد من القول بأن الفلسطينيون يواجهون أسوأ انتهاكات في العصر الحديث. قمنا بالعديد من الزيارات إلى قطاع غزة، والعديد من المنظمات الدولية كذلك قامت بزيارات عديدة إلى هناك، وتوصلت إلى ذات النتيجة بأن هناك انتهاك فظيعة بحق الفلسطينيين. الجميع يجمع على ذلك، ولا بد من أن نقول أننا عانينا على مدى 350 عاما من الإمبريالية في جنوب إفريقيا، وها نحن نشاهد ما يعيشه الشعب الفلسطيني خلال نضالهم هذه الأيام. هناك تشابه كبير. شاهدنا كذلك أن حجم ومساحة الأراضي الفلسطينية تقلصت بسبب الاحتلال وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أراضيهم. يعيشون في مساحة محدودة من الأراضي التي تعود لهم أصلا. شاهدنا العديد من المجازر والانتهاكات بحق الفلسطينيين تماما كما عاشه شعب جنوب إفريقيا، حيث تعرضت نسمة كبيرة منهم إلى الجرائم والمجازر. نشهد حاليا جرائم إبادة جماعية واضحة للعيان أمام أعين المجتمع العالم. العديد من النكبات توالت على الشعب الفلسطيني، وكله يعود إلى عدم العدالة التي تسود في هذه الأيام. هذا ما عانيناه في الزمان القريب في جنوب أفريقيا، وها هم في فلسطين يعانون من ذات الجرائم، يعانون من عدم العدالة الدولية، من الاحتلال للأراضي الفلسطينية، حيث تقلصت الأراضي الفلسطينية إلى حدود بعيدة جدا. إذن انعدام العدالة هو المشترك بين الشعبين الجنوب أفريقي والفلسطيني. التحول الجذري الذي نشهده اليوم في الرأي العام الغربي لا سيما الأمريكي، إلى أي مدى يدفعنا للتفاؤل بإمكانية تحقيق هذه العدالة للشعب الفلسطيني في الفترة القادمة؟ بالطبع نأمل في أن تتحقق هذه العدالة يوما ما. قمنا وضحينا بالكثير في جنوب أفريقيا حتى حققنا العدالة، وهذا ما يقوم به الفلسطينيون هذه الأيام. عانينا على مدى رؤساء أمريكيون سابقون، ولا بد من هزيمة الأنظمة الظالمة يوما ما. المجتمع الدولي ودعمه مهم جدا لتحقيق العدالة وللتغلب على أنظمة الفصل العنصرية التي عانى منها الشعب في جنوب أفريقيا والتي يعاني منها الفلسطينيون الآن. وبدعم المجتمع الدولي أعتقد أننا سنحقق المزيد من الحرية، وبدعمنا للفلسطينيين سنحقق ما يصبو إليه الشعب الفلسطيني. لابد من الوصول إلى حماية الشعب الفلسطيني، ولابد من تحريك الشارع العام والرأي العام العالمي.
العالمي للضغط من أجل وقف المآسي والمجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. لا بد من الضغط على الحكومات والأنظمة لوقف هذه الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الفلسطينيين. لا بد من وقف اعتداءات دولة الفصل العنصري الإسرائيلية. لا بد من وقف كل ما تقوم به دولة إسرائيل الصهيونية تماما كما فعلنا في جنوب أفريقيا في يوم من الأيام. وقد حان الوقت لنا جميعا للتضامن من أجل توحيد الجهود والمساعي لتقديم الدعم الذي يحتاجه الفلسطينيون. شكرا جزيلا لك من إسطنبول زيليفونيل مانديلا، نائب في البرلمان الجنوب أفريقي وحفيد الزعيم الراحل نيلسون مانديلا. Hosting.